هو الطريق ده ملوش سكة تانية غير القتل. أنا قاتل وأنت كمان هتقتل. الراجل ناوي يكلفك بشغلانة جديدة، إنما إيه؟ هي عجوز برضو؟ ومالهم يا بنت العواجيز؟ ولا أنت عايزة اللي قسمك نصين؟ الصراحة نفسي أبات في حضن واد موز. وأنت؟ آه، وفي شغلنا ما نحبش نقول للزبون لأ. أنا عمري ما طلبتها من حد. خليك معي لليدي. خلاص يا عادل، الراجل ادى الأمر بقتلك. هبتدي الشغل امتى يا باشا؟ ما تحاولش تعرف أي حاجة، أنا مش عايزك تعرف. عايز تهرب؟ إيه؟ أهرب إزاي من اللي بيمشوا في القبور؟ بيتحكموا في حياة العايشين. لو كان لك عدو ملوش حل، يا تهرب منه يا تخلص منه. كده بتلعب لعبة الموت. انت هتكون لعبتي الكبيرة. ناوي على ايه؟ انا داخل على عركة كبيرة، يا قاتل يا مقتول. ممكن تقتل في حالة واحدة بس، تقتل اللي جاي لك يقتلك،